هذه التشكيلة والرسم التكتيكي للمباراة. مباراة تقدر تقول هجومية باعتماد الأربعة ثلاثة ثلاثة كأسلوب لعب، واضح انه راح يفضل اللعب بمهاجم وهمي. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. فريد، نيمار، ضاعت الكرة على الجناح تذهب لنيمار. ريتشارلسون، كرة بينية تقطع وتبعد معها كل الخطورة. جوريسكا، ليونيل ميسي، ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، في إيجاد ثغرة في الدفاع. فريد يفقد الكرة. عمر سومة، فرصة كبيرة، الهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة. ربما البطء في استغلال الكرة المرتدة حالة دون تشكيلها لأي خطورة. ليونيل ميسي، ريتشارلسون، كرة أخيرة للتقدم الآن. الله على هذا التصدي. بيلعب التمرير أرضية، عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. يفقد الاستحواذ. نيمار، ريتشارلسون، الله على اعتراض التسديدة. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. فرانكي دي يونغ، فريد، الكرة مع مبابي، فابيو، كارلوس إدواردو، أرتورو فيدال. الجناح فاضي تماماً أمام ميسي. كرة هدف لا لعمر سومة. يا الله، أنهاها العقيد عمر سومة. الكرة في المرمى. هدف بمجهود فردي حقيقة، توغل، تقدم، استغل المساحات، عدم انضباط المدافعين، توج جهوده في النهاية، وضع الكرة في الشباك، هدف رائع بمجهود غير عادي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. فابيو، محاولة من الفريق الفائز لكسب الثقة من خلال التمريرات الكثيرة في وسط ملعبهم، أيضا جر لاعبي الفريق الخصم من أماكنه وإيجاد الثغرات. كارلوس إدواردو، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. جوريسكا، كرة في مكان خطير. كارلوس إدواردو، عمر سومة، يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. ريتشارلسون، جوريسكا، نيلسون سميدو، جوريسكا، فابيو، عمر السومة، فقدوا الكرة، ليو ميسي، دي يونغ، فريد، لمسات رائعة حقيقة من الفريق، نيمار، افتكاك الكرة داخل المنطقة.
ميسي يتقدم، ميسي ينطلق بالكرة، تمريرة ميسي لا تمر. يتحرك بالكرة للأمام، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة، ضغط عالي لا يترك مساحات، كرة بتتخلص عن طريق فيدال، نيلسون سميدو، عمر السومة، عند الإمكانية هنا، استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. ريتشارلسون، مبابي، ليونيل ميسي، فريد، نيمار، حلوة الكرة البينية من نيمار في مكان سليم، يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. كارلوس إدواردو، فرصة كبيرة للهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة، كان ممكن فرصة لاستغلال الهجمة المرتدة بشكل أفضل. الشوط الأول ينتهي 1-0. ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة الكبيرة ضمن مباريات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. كيليان مبابي، تمريرة ميسي تقطع في الطريق، أرتورو فيدال، غوريتسكا، نيمار، ميسي بيحافظ على كورته، ميسي، الله على نجاح الحارس في إيقاف الكرة، ركنية تنفذ بشكل قصير، إمكانية الكرة العرضية، بالتأكيد في خطأ موجود في اللعبة من هذا المكان، يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح حتى تشكل خطورة على المرمى. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات، كرة مقطوعة وبتتخلص إلى ضربة ركنية، ركنية تنفذ بشكل قصير، عمر السومة، أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة، الكرة مقطوعة من ليونيل ميسي، نيمار، تصويب الآن، تصدي ممتاز، كرة قصيرة، ألابا، نيمار، ديفيد ألابا، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر، مرتدة ممكن تكون سريعة، تعليقا على أداء الشوط الأول بالنسبة لعمر السومة، سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. نيمار، عند الكرة الآن، المستضيف يستحوذ على الكرة ويسيطر في آخر ربع ساعة، يخلقون فرص كثيرة في الأمام، أعتقد هم في طريقهم لتسجيل هدف آخر يعززون من خلال هذا التقدم بفارق هدفين، والمهمة تصبح أصعب على الفريق الخصم. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي، يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل، الله على الكرة، ضاعت الكرة، ينطلق يتقدم فيها، الله يا نيمار، ليو ميسي،
يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. كيليان مبابي، فيرجيل فان دايك. مباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. كيليان مبابي، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ليونيل ميسي، بينية خطيرة من ميسي. جوريسكا، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. ليونيل ميسي، بينية خطيرة من ميسي. جوريسكا، هدف الأمان. ليونيل ميسي، بينية خطيرة من ميسي. جوريسكا، هدف الأمان.